اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا في خير وسعاده. نقول بسم الله. النهارده انا هعمل ايه؟ هعمل بسيطه. هقول لكم بقى ازاي البسيطه ان شاء الله تنجح معاكم من اول مره، وازاي تكون معاكم مرتفعه وما تكونش مفروله ويكون لونها كده حلو جدا، يكون ذهبي كده وحلو قوي. هقول لكم بس الاول المكونات، وبعد كده ان شاء الله هقول لكم ده كله في الفيديو باذن الله. الاول انا حطيت هنا كوب ونص من السكر، وبعد كده هحط 3 بيضات، وفانيليا. السكر ده سكر بودر، لو مش عندك سكر بودر يبقى لازم تضربي بقى كل المكونات ديت في الخلاط، في المضرب كهربائي، عشان السكر يدوب معاكي. لكن لو انت حاطه بقى سكر بودر زي كده خلاص حبيبي المضرب اليدوي كده على طول. ودي معلقه سمنه، يعني بصي انت ممكن تستغنى عن السمنه بس انا حطها عشان بتدي طعم برده حلو للبيزا. ونص كوب عصير من برتقال، وهحط نص كوب حليب. ممكن ما تحطوش حليب خالص وتخلوها كلها بعصير البرتقال، هو اساس البيزا بعصير البرتقال. اهو يبقى انا كده حطيت كوب ونص من السكر و3 بيضات وفانيليا، وحطيت نص كوب عصير برتقال ونص كوب حليب. انا هكتب لكم المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف. واحط معلقه خل، معلقه الخل حلوه جدا 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 للكيكات، بتساعد كمان على ارتفاع الكيكه، حلوه قوي. وما تحسيش بقى بالبيض، بزفره البيض وكده ما تحسيش بقى بيها، وبيساعد كمان على ارتفاع الكيكه. ودوت 3/4 كوب من الزيت. بعد كده بعد ما كل المكونات دي مع بعضها، المقدار ده للصينيه اللي هي الوسط، انا مش عارفه بصراحه هي مقاسها قد ايه، بس هو الصينيه الوسط بيكون اللي هما 3 صواني الصينيه الوسط، فهو ده المقدار بتاعها. حلو جدا ليها، تطلع معاكم مرتفعه وحلوه قوي. هنا بقى انا حطيت دي، حطيت 2 كوب دي ابيض، وهحط كوب واحد دي اصفر. لو حطيتي العكس، 2 كوب دي اصفر وحطيتي كوب واحد دي ابيض، هتطلع معاكي مفروله حلوه، هتطلع حلوه جدا وطعمها حلو، بس هتبقى القطعه مش متماسكه. اللي انتوا عارفين طبعا دي الاصفر او دي الذره بيخلي البسيسة عموما مش متماسكه قوي، فانتوا لو حطيتوا العكس هتكون معاكم مش متماسكه. وحطيت هنا كيس بيكنج باودر اللي هو ما يعادل معلقه كبيره من البيكنج باودر. طبعا لازم تنخلوا الدقيق، بتستوي على درجه حراره 220 على الرف الوسطاني. طيب ايه اللي بيخلي ان الكيكه تهبط او البسيسه تهبط؟ اللي هو ان انتوا تطلعوا البسيسه من الفرن، تطلعوها على مثلا على الرخامه، الرخامه دي ساقعه ما ينفعش، فالمفروض تطلعوها على البوتاجاز من فوق بحيث ان البوتاجاز لسه سخن عشان ما تهبطش معاكم. ولما تيجوا تشوفوا الكيكه استوت ولا لا، اللي هي بعصايه الشيش طاووق بس كده، حاجه بسيطه قوي كده تشوفها بس استوت ولا لا عشان ما تهبطش معاكم. لكن لو غرستوا السكينه قوي في الكيكه او البسيسه هتهبط معاكم. انا خلاص كده قلبت دمجت كل المكونات مع بعضها، وبعد كده بقى هسويها في الفرن على درجه حراره 220 على الرف الوسطاني. بصوا بقى لونها حلو جدا، هشه جدا من جوه، طعمها حلو قوي. وبصوا يعني المقدار مظبوط جدا على الصينيه. جربوها بالطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم. والى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.